حبيبي ريم عايزاك. قول لها مش موجود. يا كداب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عيب كده؟ حد يقول لحد كده؟ طنط انا مصدعه جدا، ممكن تعمل لي كوبايه شاي من ايديك الحلوه دي؟ حاضر. وحشتني على فكرة. ايه يا ابني البوس ده؟ بقى بذمتك في واحدة زي القمر كده تدخل على واحد اوضته وتقول له وحشتني وتديها البوس ده؟ عملي فيه احسن فهم يا حضرتك. اخلص يا ريم، عايزة ايه؟ عايزة هاني بتاع زمان، هاني اللي حبيته، اللي كلامه كله كان هزار وضحك وكان بيملى الدنيا، من ضربة واحدة تسلم كده يا هاني؟ ايه اللي جرالك؟ هي دي ضربة كسر الظهر. وليه تسميها كده؟ ليه ما تقولش انها نهاية فترة صعبة وبداية فترة لازم تكون فيها أقوى؟ نهاية ايه وبداية ايه؟ بطلي بقى كلام الطبطبة ده. على فكرة ده مش كلام طبطبة، ده كلام العقل. العقل هو اللي بيقول كده، صح ولا مش صح؟ يا سلام. طب خليني يا سيدي ماشي على كلام. افرض كل واحد خد ضربة قوية كده زي اللي انت خدتها، قعد في البيت وقال حياتي انهارت، مستقبلي ضاع، الحياة هيحصل فيها ايه؟ هيبقى في حياة أصلا؟ الدنيا هتكون كلها خراب. لكن بص لأي واحد نجح في حياته يا هاني، هتلاقيه خد ضربة واتنين وتلاتة وعشرة، وبدل ما يقعد زيك كده ويقعد يندب، لا قايم وعافر لحد ما بنى حياة جديدة. ده الصح يا حبيبي. المفروض بقى الكلام ده يشجعني دلوقتي ويحمسني وأقوم أخبط دماغي في الحيطة أطلع بطيخ. على فكرة حتى لو ما حمسكش أديني برغي معاك. ولا انت كمان نسيت ريم حبيبتك اللي كانت بتصدعك وبترغي معاك؟ كل اللي امنت بيه راح. عارفه يعني ايه تبقي واخده بالك من شغلك على اجمل وجه، وفجاه حد يجي يضربك في ظهرك والحق ما يبانش؟ ومين قال؟ الحق بيبان مهما طال الزمن، الحق هيبان، ده ربنا هو اللي قال كده. بس بعد ايه؟ بعد ايه يا ريم؟ ما اسمهاش بعد ايه، اسمها كل حاجة وليها معاد. أكيد ربنا حاطط وقت عشان الحقيقة تبان. حبيبي ما تخليش الشيطان يلعب بدماغك أكتر من كده. يمكن ربنا عمل كده وخلاك تسيب شغلك عشان خير. افرض يا سيدي كنت نزلت عملية من اللي أنت بتعملها واتصبت فيها، والإصابة دي منعتك إنك تشتغل أي شغلانة في الدنيا، كنت ساعتها بقى هتعمل إيه؟ إحنا نقول الحمد لله إنك بخير وصحتك، صح ولا لأ؟ حبيبي انا عارفك كويس، انت قدها وقدود، وعارفه انك هتعدي المحنه دي عشان انت اقوى منها. بس لازم نكون جنب بعض، يمكن ربنا عمل كده عشان يبقى اختبار لحبنا. انا نفسي لما نخلف ابقى فخوره بيك واحكي لاولادنا قد ايه انت راجل قوي. هاني عشان خاطري خلينا مع بعض، احنا ملناش غير بعض. ممكن رأيه ايه في الكلام الحلو اللي انت عمالة تقوله لي ده؟ انا مرفوض بفضيحة، يعني انا لو عندي بنت وتقدم لها واحد زي انا هرفضه؟ يا ابني ايه الاوفر اللي انت فيه والكلكعة دي؟ بص سيب بابا عليا، مالكش دعوة. انا مش هقدر اربطك جنبي اكتر من كده. درجة دي انا رخيصة عندك؟ ماليش قيمة خلاص؟ سهل كده تقلع الدبلة بتاعتي من ايديك؟ سلام يا ريم. طب على فكرة بقى انا كبيرة ومش هتأثر، هفضل قاعدة وهفضل لازقة جنبي. اقعدي. معلش حبيبتي، ما تزعليش، ما قصدكيش. منه لله اللي كان السبب. انت عملت ايه بالظبط يا واد؟ تخلي الحكومه تاخد ابوك وامي؟ ايه يا اخويا؟ عرب عليك، الواد هيتفزع. في ايه؟ خش يا حبيبي، خش جوه. خايف على ابنك؟ خايف على ابنك ومش خايف على اهلك اللي ضاعوا دول؟ يا عيني انا فداكم كلكم،
فين ابويا وامي؟ انا خلاص انا هروح على القسم اسلم نفسي، هم هيرجعوا لك البيت ان شاء الله بالسلامه. طب انا بقى عايز اعرف هو انت عملت ايه بالظبط يا اخويا؟ حرام عليك، كفايه يا اخويا اللي انا فيه، حرام عليك. خدي يا عيد، خدي يا عيد، خد الفلوس دي امانه تصرف بيها على ابوك وامك وتجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. والواد منى، الواد منى كان نفسه بسكليتة تلات عجلات عشان خاطري الجمال وعشان خاطري. والبنت ياسمين، ياسمين طول عمرها كان نفسها في عروسه بتقول بابا وماما عشان خاطري برضو الجماله، يا عيد معاك فلوس كتير. عادل، عادل بيحب البنت، جيب له بالي وجيب له اميجو، جيب له اميجو اللي بينور عشان يبقى زي اصحابه اللي في الشارع عشان خاطري يا عيد. طب صرحيني يا اختي، صرحيني قولي لي انت عملت ايه بالظبط؟ انا فاهمه كل واحد فيكم نفسه في ايه، بيستمنى ايه، ما هو مش معقوله بعد اللي عملته في نفسي ده وانتوا تعملوش اللي نفسكم فيه عشان خاطري يا عيد، عشان خاطري. طب صرحيني يا اختي، صرحيني قولي لي الحكومه بتدور عليك ليه؟ ابوك يا عيد، ابوك والنبي عشان خاطري بجيب له جاكيته جلد، انت عارف ان هو بيستهوى بالليل لما بيبقى قاعد على القهوه عشان خاطري. وامك انت عارف انها امك دي بتحب الدهب، بجيب لها دهب كتير، جيب لها تاني غير اللي جبته لها، جيب لها دهب كتير، دي نفسها طول عمرها تلبس دهب يا اخويا لغايه ايديها هنا. يا بنت حرام عليك يا بنت. يا عيني يا اخويا، من دهب يا عيني اللي قلت لك عليه يا عيني، يا عيني يا اخويا من اللي قلت لك عليه. يا بنت حرام عليك، قولي لي يا بنت انت عملتي ايه؟ ايوه كده يا عم، عاش من شافك. لا ما تقلقش، من انا ورايح هتلاقيني على طول على القهوه. انت لو بتفهم صحيح تحمد ربنا، عندك انا اهو قدمت استقالتي وشغال حر، لا رتبه اعلى مني تهزقني ولا حد يكلمني. اه نصيب يا عم نادر. سيبك من اللي فات، احنا ولاد النهارده، انا عايزك في شغل. شغل ايه ده؟ بص يا معلم، انا واخد كام فندق كده من بابهم، حراسات وامن، كلام من اللي بالك فيه، وعايزك تشتغل معايا، والحمد لله ربنا كرمني اخر كرم. يعني هعمل ايه؟ مسؤول امن فندق باسكندريه. يا حصلت لي كده يا نادر؟ يا عم هاني دي شغلانه لوقات، عندك اللي هو منصور ماسك فندق نبراسكا. ايوه بس انت عارف ان اللي هو منصور ده طلع على المعاش. معاش ايه يا معلم؟ دي شغلانه احنا فاهمينها وعارفينها كويس، ومنها برستيج. عندك الاستاف بتاعك تقول ده يمين تقول ده شمال، وكله حلو وفلوسه حلوه. افتح الله. عم افتح الله ايه يا معلم؟ انت عايز كده تبلط في الخط؟ حاول تشتغل، الشغل هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه، الشغل بيجيب شغل. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الشغل هيجيب لك علاقات وهتتعرف بناس، وعلاقات من هنا وعلاقات من هنا ترشق لك في شغلانه احسن، وساعتها انا مش هزعل يا صديقي، صدقني القعده بتجيب فقر واكتئاب، لكن الشغل في حركه والحركه بركه زي ما بيقولوا، ولا ايه يا عم هاني؟ ربنا يسهل يا عم نادر.